مشاهدينا، الخلافات الإسرائيلية الداخلية تشتعل مجددا، والتوتر بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت يعود إلى السطح، وسبب هذه المرة إدارة الحرب. هيئة البث الإسرائيلية قالت بأن نتنياهو أبلغ زعماء أحزاب بأنه سيقيل جالانت بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. الحرب الإسرائيلية دون البوصلة، هكذا تحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في رسالة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من بينهم رؤساء الأركان والموساد والشبك. جالانت أضاف أيضا مشاهدينا بأن الوضع الحالي يضر بإدارة المعركة وبقرارات مجلس الوزراء، وأشار إلى الحاجة لمناقشة وتحديث أهداف الحرب على مختلف الساحات. طبعا رئيس الوزراء الإسرائيلي استهجن بشكل كامل رسالة جالانت واعتبرها غريبة للغاية، بحسب طبعا بيان من مكتب نتنياهو، وذكر بأن هناك بوصلة واحدة وهي أهداف الحرب كما حددها مجلس الوزراء، وبأنه يتم مراجعة الأهداف باستمرار. طبعا تقارير إعلامية إسرائيلية كانت قد تحدثت مؤخرا بأن نتنياهو يقترب من إقالة جالانت بضغط من شركائه في ائتلاف أقصى اليمين.